وداعا للبنزين، هكذا يأمل المخترع الأهوازي باختراعه الذي حير فيه عقول كبار أساتذة الجامعات وعلماء النفط والغاز والبيئة بطهران، ونال عدة طلبيات من دول أوروبية وغربية كأمريكا والنرويج وكندا وغيرها، بعد أن اكتشف بديلا من وقود البنزين إلى وقود الماء. بداية الفكرة أنه أخذت من الهيدروجين الموجود في الماء وحولته إلى طاقة بدل عن البنزين. استغرقت صناعة هذه المنظومة عدة سنوات من التحدي والبحث العميق من قبل المخترع الأهوازي علاء الدين جاسمي زرقاني، الذي أنجزها ووضعها في محرك سيارته ونجحت في العمل. الفترة الزمنية اللي طولت حتى هذا الإنجاز، هذا الاختراع، 8 سنوات من بحث ونجحت الفكرة في سيارة الخاصة. السيارة تصرف بالبنزين كل لتر 10 كيلومترات، بس بالماي كل لتر ماي تمشي 30 كيلومتر. للمنظومة عدة فوائد جمة، إلا إن الفائدة الأبرز هي الحد من تلوث البيئة، فاليوم لا وقود يحرق ولا غازة تطرح. وقود البنزين من يدخل المحرك طبعا ينتج من عنده كربون ويخرب السيارة بمرور الوقت، بس الطاقة الهيدروجين الموجودة بالماء ما تولد أي كربون، وطبعا يخرج من السيارة بخار الماء وما يلوث البيئة. طبعا ما يلوث البيئة. الحاجة هي أم الابتكار دائما، تأخذ بسواعد وبعقول المخترعين وتجعلهم يقدمون ما هو نافع وجديد للبشرية جمعا. فبالأمس اخترعوا الجاذبية والطاقة والكهرباء وغيرها من الاختراعات الأخرى، واليوم يحذو المخترع الأهوازي بحذوهم ليجد لنا من الماء طاقة بديلا عن البنزين. ومن يعلم، فقد يأتي زمان نودع فيه البنزين ونبقى نتقاسم الماء نحن والسيارات. عاشور الكناني الأهواز، محافظة خوزستان، مدينة الأهواز.